نبدأ كالمعتاد بأهم الأحداث اللي حصلت امبارح. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصال هاتفي من محمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق. جرى خلال الاتصال التباحث بشأن تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية الراهنة. امبارح كمان اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. اطلع السيد الرئيس خلال هذا الاجتماع على الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة الإسكان. أخبار كتير حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصال هاتفي من محمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق جرى خلاله التباحث بشأن تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية الراهنة. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه تم التشاور خلال الاتصال بشأن التطورات المتلاحقة بالمنطقة على وقع العدوان الإسرائيلي على لبنان. وأكد الرئيس في هذا الصدد موقف مصر بضرورة الحفاظ على أمن واستقرار لبنان وسلامة أراضيه ورفض أي انتهاك لسيادته ومقدرات شعبه الشقيق، مع استمرار تحذير مصر من مغبة الإمعان في سياسات التصعيد العسكري بما لها من تداعيات خطيرة غير معلومة العواقب. كما أكد الرئيس ضرورة استمرار المساعي الدولية الجادة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة باعتباره طريق استعادة الاستقرار بالمنطقة وإنهاء حالة التوتر الجارية وبما يسمح بدفع مسار السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة لإرساء السلام والأمن والتنمية بشكل مستدام بالمنطقة. تطرق الاتصال أيضاً إلى العلاقات الثنائية وأكد الرئيس ورئيس الوزراء العراقي الحرص المتبادل على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب في ضوء الزخم المتنامي في التعاون المشترك واستناداً للروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين. امبارح اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف الشربيني وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه ان الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزاره الاسكان، من بينها المبادره الرئاسيه سكن لكل المصريين التي تهدف لتوفير وحدات سكنيه باسعار ملائمه بعده مدن، إلى جانب مشروعات الإسكان المتوسط والاستثماري في عدد من المحافظات. وفي هذا الإطار تم استعراض ما تم الانتهاء من تنفيذه والإطار الزمني للمراحل المقبلة. ووجه الرئيس في هذا الشأن بالاستمرار في تسريع وتيرة أعمال البناء بالمبادرة، مشدداً على أهمية تعزيز جهود توفير السكن الملائم لجميع المواطنين بما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي، ومنوهاً في هذا الصدد إلى ضرورة تكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة اللي أنجزتها الدولة على مدار السنوات الماضية. امبارح استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير أحمد فهمي أن الرئيس هنأ قضاة مصر بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصري الذي وافق الأول من أكتوبر، معرباً عن تقديره البالغ لدور الجهات والهيئات القضائية في تعزيز منظومة العدالة والتقاضي في مصر وما تقوم به مؤسسات القضاء العريقة لإعلاء العدالة الناجزة وسيادة القانون بما يسهم في ترسيخ السلام المجتمعي وحماية منظومة الحقوق والواجبات على النحو الذي يعزز أمن واستقرار الوطن، مؤكداً في هذا الصدد أنه لا أحد فوق القانون. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لقاء مع مسؤولي الشركة المصرية العالمية للسيارات لمتابعة توطين صناعة السيارات في مصر. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن توطين صناعة السيارات يعد أحد الملفات المهمة اللي بتعمل عليها الحكومة في إطار خطط التوسع المختلفة في قطاع الصناعة. كما أكد مدبولي الدعم الكامل لكل الكيانات الصناعية ومنها قطاع صناعة السيارات، خاصة صناعة السيارات الكهربائية، بهدف العمل على زيادة أعداد السيارات المنتجة في مصر. وبشأن اعتزام الشركة إنشاء مصنع ليها في مصر، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لهذا القرار موجهاً بتوفير الأرض المطلوبة لإنشاء المصنع على الفور. أيضاً امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة اجتماع مع مسؤولي مجموعة ستيلانتس للسيارات لاستعراض عدد من المقترحات حول التوسعات المستقبلية للشركة في مصر. في مستهل الاجتماع أشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف من الاجتماع هو التعرف على خطط الشركة للتوسع في تصنيع السيارات في مصر بخلاف مشروعاتها القائمة في مصر حالياً بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع. وقال مدبولي هذه الصناعة نوليها اهتمام شديد، لذلك أحرص على متابعة هذا الملف دعماً للجهود التي يقوم بها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وفرق العمل الأخرى.
امبارح وخلال كلمته بافتتاح الدورة الاعتيادية 48 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أكد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء انعقاد فعاليات هذه الدورة في ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة التعقيد وتتشابك تداعيات الأزمات المتلاحقة مع التطورات والاضطرابات الجيوسياسية لتلقي بظلالها على العديد من مناحي الحياة، وقال: نحن أمام تحديات غير تقليدية تستلزم التعامل بأساليب ومناهج مستحدثة تأخذ في اعتبارها مختلف العوامل والمؤثرات والمتغيرات ولا تغفل البعد الاجتماعي. وأضاف مدبولي إن الحكومة المصرية وبتوجيهات ودعم من القيادة السياسية الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حرصت على تبني السياسات اللازمة لمواجهة تلك التحديات ووصلت مسيرتها نحو تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو والتشغيل وإحداث تحول حقيقي في اقتصادات دول منطقتنا العربية، يرتكز بالضرورة على تحقيق طفرات واسعة في قطاع الاستثمار والإسراع في وتيرة التحول نحو استخدام الطاقة، وأن الحكومة تسعى إلى توسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مشروعات تنمية البنية التحتية. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أن القوات المسلحة احتفلت بتخريج الدفعة 161 ضباط الصف المعلمين دفعة رقيب أول شهيد باسم عبدالله محمود محمد لضخ دماء جديدة من خيرة شباب الوطن بعد إعدادهم وتأهيلهم علمياً وعسكرياً بمعهد ضباط الصف المعلمين، وده بما يتناسب مع دورهم الفعال بمختلف تخصصاتهم داخل القوات المسلحة وبحضور اللواء أركان حرب وليد حمودة عوض مساعد وزير الدفاع وعدد من قادة القوات المسلحة وقدامى مديري المعهد.